باكجة جدا لطيفة وجميلة ومن الممتع أنك تحتفظ فيها لحين الحاجة لها أو بإمكانك تعمل فيها ما تشاء. راح نتكلم عنها بإذن الله، وراح نتكلم برضو عن بعض الأسئلة اللي وردتني من بعض المتابعين عن كيفية الاستفادة من هذه الباكجات، برضو عن بعض المسائل الخاصة فيها. بسم الله الرحمن الرحيم، كيف حالكم شباب؟ معاكم جيمز ديزاينر. وانتهت معنا المهلة اللي تم اعطانا اياها تقريبا اسبوعين للباكيجات المجانية اللي نزلت تقريبا، واللي انتهت امس. فنزلت حاليا اليوم ثلاث باكيجات برضو مجانية. فلما ندخل هنا على موقع فاب فنشوف انه لما ننزل بالاسفل في طبعا تنوع وفي تغيير. لحد الان مثل ما قلنا لسه ما دخلنا ب 2025، التغيير الجذري اللي راح تتغير فيه سياسة فاب، وتتغير فيه برضو بعض المعطيات اللي احنا تعودنا عليها من Unreal Engine. دمجوا مع فاب هو اللي راح يغير هذه السياسة، لأنه في عدة شركات غير Unreal Engine وماركت بليس تم دمجها مع فاب. فلما ندخل هنا حنشاهد انه برضو تم اعطائي ثلاث باكيجات مجانية، وهنا مكتوب Limited Time Free حتى 3/12. طبعا 3/12 احنا اليوم في تقريبا 19/20، يعني باقي 12 يوم. فعندنا هنا الباكيجات راح ان شاء الله نتكلم عنها بشكل مختصر. فندخل على اول باكيج الا وهو Satellized Fantasy Creatures Bundle. طبعا لو نشاهد هذا الباكيج قبل ما نخش على التفاصيل، عندنا هنا نروح الى الليسنز. الليسنز هنا في احد الاشخاص تكلم قال لي انه يظهر لي مثلا بروفيشنال، ويظهر لي مثلا حاجة ثانية، وفي حاجة اسمها بيرسونال. طبعا لاحظ هذا لما يكون الباكج غير مجاني حتفرق معك لما تاخذ بروفيشنال ولما تاخذ بيرسونال. طبعا كيف تعرف انه يفرق معك؟ هو يفرق معك فقط في الوصف. هنا مثل ما نشاهد هنا بروفيشنال، هذا خاص للاستوديوهات الضخمة، يعني للشركات بشكل عام، يعني حيكون حدودية الاستخدام تختلف. ايضا المبلغ العائد اللي يعتبر ريفينو او الفوائد الخاصة بهذا الباكج في حال تم استخدامه مع الالعاب تختلف للشركات. ايضا بالنسبة للبيرسونال، البيرسونال يعتبر استخدام شخصي. طبعا لاحظ انه في بعض الباكجات يعطيك حدودية، مثلا البروفيشنال فيه مميزات تختلف عن البيرسونال، ولكن بالنسبة لهذه المميزات هنا في هذا الباكج انا اتكلم، المميزات واحدة ولكن الفوائد اللي راح انت تظهرها منها استخدام هذا الباكج هي اللي تختلف. فانت هنا راح تستخدم البيرسونال او البروفيشنال ما راح تفرق معاك، لانه العدد والباكج والمميزات واحدة. فانت لما تضغط هنا، خلونا اوريكم، تضغط هنا على باي ناو، طبعا ما راح تقول له اد تو كورت. اذا قلت له اد تو كورت حيضيفها لك، حيشتريها وحيضيفها بشكل مباشر، ولكن لسه هذه الباكجات انت ما شريتها اصلا. فنضغط هنا على باي ناو حتظهر لك هذه القائمه، هي نفس القائمه السابقه الخاصه بايبك جيم ستور. لاحظ انه هنا اعطاك البيرسونال، طبعا يفضل انك تشتري البروفيشنال افضل. فنحددها برضو، حيعطيني انها فري، حقول له من هنا باي. لاحظ الفرق، طبعا لاحظوا $350، يعني مبلغ لا يستهان فيه حقيقة، وضخم ضخم جدا انك تستوعب هذا المبلغ. فانك تمتلكها بشكل مجاني هذا شيء جميل. فتقول من هنا بليس اوردر، حيحولك نفس الخيارات السابقة الخاصة بإبيك جيم ستور والماركت بليس. تمام، الان صار بمقدورك انك تقول view in my library. طبعا انت الان تحتفظ بهذا الخيار. لاحظ انه انت الحين تحتفظ بالبروفيشنال، لكن هل تحتاج الى البيرسونال؟ نصيحة برضو انك تشتري هذا البيرسونال. انت حاليا ما قمت بتحميله الى جهازك، ولكن اشتر هذا البيرسونال وخليه في المكتبة لحين الاحتياج له، حتى فقط تعرف الفرق ما بينهم. تمام، ندخل الان على سياق الباكج ونتعرف عليه. هذا الباكج يحتوي على عدة حيوانات، منها الطبيعي مثل عندنا الابقار والخراف، وعندنا الدجاج والقطط، وعندنا الحيوانات الخيالية مثل عندي تقريبا الديناصورات والسلاحف، ومثلا السنيلز او شو يسمونه انتم، القواقع، وبعض الحشرات، او بعض برضو الطيور الجارحه. كل هذه تعتبر خياليه من الشكل وليست خياليه من المنطق. ف
فالباكج جدا مبدع حقيقة، يحتوي على تنوع بالألوان لكل كائن من الكائنات أو الحيوانات، برضو تنوع في الأنيميشن. فأنت هنا ما راح تستخدم أي أنيميشن خارجي، فقط الأنيميشن الموجود في نفس الباكج. فعندنا تنوع برضو بالحيوانات، تقريبا أكثر من 96 تنوع من الحيوانات. طبعا لما أقول تنوع، أنه مثلا لما يجيك شكل الدب أو شكل الديناصور، حتلاحظ أنه في ألوان متعددة لهذا الديناصور، برضو عندي ألوان متعددة للسلحفاة، برضو عندي ألوان متعددة لبقية الحيوانات، فالعدد يصير عندي 96 عدد متنوع من الحيوانات، بإمكانك الاطلاع عليها وتشوفها عن كثب. الباكج الثاني ألا وهو دراغون تيمبل أو معبد دراغون. برضو لو نشاهد هنا عندي خيارين للاستخدام، أو لا مو خيارين للاستخدام، عندي مجالات متعددة. هذا الباكج بالذات أتوقع أنه ينفع لجميع الأمور بما فيها الانريل انجن. لاحظوا أنه ينفع للانريل انجن وينفع لمحرك الفورتنايت الخاص للانريل انجن، فينفع لكل الأمرين. هنا عندي البروفيشنال، هذا البروفيشنال ينفع للانريل انجن، وعندي الخاص بالفورتنايت التابع للانريل انجن. لو نلاحظ هنا سعر البروفيشنال الخاص للانريل انجن $100، غالي شوية، ولكن الخاص للفورتنايت او المحرك الخاص للفورتنايت $40. فاكيد يعني الفورتنايت انت ما راح تستخدم دقة مرة عالية اوفر، فراح تستخدم للانريل انجن الدقة العالية، فبإمكانك شراء الحالتين في حالة انك تشتغل على محرك الفورتنايت. اما في حالة انك تشتغل على الانريل انجن، لا خليك على البروفيشنال. في حالتي انا اشترهم اثنينهم، ما تدري يمكن يجيك يوم تحتاج انك تستخدم محرك الفورتنايت. فنخش على الباكج ونشوف تفاصيله. هذا الباكج بشكل مختصر يحتوي على معبد خاص للتنين، أو بما يسمى معبد التنين، هو شبيه تقريبا بلعبة العروش. فهذا المعبد يحتوي على هذه التفاصيل الخاصة للدراغون، من ضمنها عرش الدراغون، وبرضه من ضمنها المسارات والهياكل الموجودة الشبيهة بالدراغون، جدا جميل، يعود إلى العصر الإغريقي لو نشاهد هنا مثل الفيديو، فبإمكانك أنك تطلع عليه، وبرضو بإمكانك أنك تحتويه وتعمل منه بعض الأكشن والألعاب المثيرة الخاصة بهذه المميزات من الباكجات. الباكج الأخير معانا ألا وهو Ancient Construction and Platform. طبعا برضو بالذهاب إلى الليسنز هنا حنشاهد أن عندي البيرسونال وعندي البروفيشنال، الفرق ما بينهم $50. مثل ما قلت لكم حاليا لا يوجد مميزات بين هذه وهذه، إلا أنه هذا يكون الانديفيجوال، طبعا تخفيف المبلغ عليه، هذا الفكرة الانديفيجوال. يعني أنت لما تكون شخص مفرد حيخفف عليك المبلغ، أنك بدل ما تدفع $100 حتدفع $50. الشركات الكبيرة مهمها أنها تدفع $100، أكيد لا، فحتدفع البروفيشنال، لأنه المميزات واحدة هنا، الخصائص واحدة، وما في أي شيء يعني ناقص. أنت لما تأخذه بشكل مفرد أو كمطور مستقل حيكون هو نفسه اللي أخذته الشركة، فهذه هي المميزات الموجودة. فخلينا نطلع عليه عن كثب. هو عبارة عن معابد أو شبيهة معابد على شكل أهرامات، وبرضو عندي على شكل جسور تعود إلى الزمن الأزيتيكي، أو خلينا نقول المايا القديمة. جدا روعة حقيقة، وشهدنا بعض التماثيل منها تقريبا في لعبة توم رايدر، أو بعض الألعاب الشبيهة بلعبة توم رايدر اللي تحتوي على مغامرات في الأمور الأثرية اللي تعود إلى العصور الماضية. فجدا باكج جدا رهيب، وعلى فكرة هو ما يوجد فيه شيء داخلي، يعني هو كله خارجي، لأنه لا يعتبر منازل، وإنما تعتبر معابر. مثل عندي الجسر هذا، وبرضو عندي الجسر اللي هنا، أو شكل الهرم اللي يشبه الأهرامات بشكل مصغر اللي تعودنا عليها في بقية الألعاب. فالباكج حيساعدك، يعني يساعدك في بعض الأمور. وحقيقة في باكج آخر راح أتكلم عنه يحتوي على العصور القديمة أو الأثرية، من ضمنها العصور الأزيتيكي أو العصور خلينا نقول عنها المايا أو الفرعونية يعني بشكل عام، حترجع لها بإذن الله.
راح نطلع عليها، ولكن راح يكون الباكج أكبر من هذا الباكج بكثير، ويحتوي على تفاصيل أدق منه بشكل جدا رهيب. فهذه هي الباكجات الثلاثة اللي نزلت لهذا الفترة، يعني ما راح نقول شهر نفس السابق، نقول الفترة، لأنها كل أسبوعين حتتغير معانا الباكجات، ويمكن يكون هذا الأفضل. يعني عرفتوا كيف؟ لأنه سياسة فاب تختلف عن سياسة الانريل انجن. فأتوقع أن احنا أجبنا عن الاستفسارات بشكل مباشر عن طريق استخدامنا للباكجات الثلاثة اللي نزلت لهذه الفترة. هذا كل شيء لهذا اليوم، أشوفكم على خير بإذن الله. معكم جيمز ديزاينر، مع السلامة.